السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلاب الصف الرابع الابتدائي، يتجدد لقاؤنا اليوم مع الجزء الثاني من درس شرم الشيخ مدينة السلام قراءة الجزء الثاني. احنا سيبنا يا ولاد بكار لما قال لبساط الريح ان مدينة السلام هي مدينة شرم الشيخ، وقال له ان اللي قال عليها كده مين؟ منظمة اليونسكو. طيب بساط الريح طار الصبح من مدينة القاهرة راح لمدينة شرم الشيخ، كان سعيد جدا بمياه البحر الأحمر، كانت المية صافية وشاف فيها الشعب المرجانية الجميلة. فبكار بدأ قال له فعلا شرم الشيخ دي شواطئها رائعة، وشاف في المحميات الطبيعية اللي احنا قلنا عليها قبل كده يا ولاد انها بتضم عدد كبير من الحيوانات والطيور والنباتات المتنوعة بقى الأشكال اللي كانت بتحافظ عليها من الانقراض. طيب تعالوا نقرأ بقى الجزء بتاعها، بيقول طار بساط الريح من مدينة القاهرة متجها إلى مدينة شرم الشيخ، وكان سعيدا بمياه البحر الأحمر الصافية والشعب المرجانية الجميلة. بكار حقا إن شرم الشيخ شواطئها رائعة، وهذه محميات طبيعية تضم حيوانات وطيور ونباتات متنوعة الأشكال والألوان. طيب لو جه سؤال يا ولاد في المكان ده وبيقول لي بماذا كان بساط الريح سعيدا؟ لما احنا شرحنا وقرأنا قلنا ان بساط الريح كان سعيد بايه؟ كان سعيد بمياه البحر الاحمر الصافية والشعب المرجانية الجميلة. بعد كده يا ولاد بكار نزل هو وبساط الريح على أرض شرم الشيخ، وجد السائحين هناك من كل مكان. طيب كانوا بيجوا ليه السائحين في شرم الشيخ؟ كانوا بيأتون للتمتع بالرياضيات المائية، يستمتعوا بقى بالرياضيات المائية دي. ايه هي الرياضيات المائية دي يا ولاد؟ غوص، تزلج يعني يتزحلقوا على المياه كده، كمان سياحة سفاري. سياحة سفاري دي شيء زي ما انت شايف في الصورة كده قدامك، موجودة في المناطق الجبلية الفسيحة. بساط الريح قال له بص يا بكار، بص شايف مفيش احلى من القرى السياحية اللي موجودة فيها، وفيها فنادق وفيها مقاهي وفيها مطاعم. حقا ما اعظم سيناء، فعلا مفيش احسن من سيناء، فعلا مدينة السلام. بعدين في الآخر قال له أهلا ومرحبا بالسلام. تعالوا نقرأ القطعة. هبط بساط الريح على أرض على أرض شرم الشيخ، فوجد السائحين في كل مكان إنهم يتوافدون للتمتع بالرياضات المائية من غوص وتزلج، إلى جانب سياحة السفاري في المناطق الجبلية الفسيحة. بساط الريح انظر يا بكار ما أجمل هذه القرى السياحية وتلك الفنادق والمقاهي والمطاعم، حقا ما أعظم سيناء وما أجمل مدينة السلام، وأهلا ومرحبا بالسلام. طب يا ولاد لو جالي في الجزء ده وقال لي لماذا يتوافد السائحون إلى أرض شرم الشيخ؟ ليه؟ هقول لأنهم يتمتعون بالرياضات المائية من غوص وتزلج، إلى جانب سياحة السفاري في المناطق الجبلية الفسيحة. طب لو أنا جيت قلت سؤال تاني، بما يستمتع السياح في شرم الشيخ؟ السياح بيستمتعوا بإيه؟ ها زي ما احنا لسه قايلين، بيتمتعوا أو يستمتعوا بالرياضات المائية من غوص وتظل، إلى جانب سياحة سفاري. اللي هي فين سياحة سفاري دي؟ اللي هي في المناطق الجبلية الفسيحة. الكلمة ومعناها، أول حاجة بيقولي معنى كلمة تقع توجد، متجها قاصدا، معنى الصافية النقية الجميلة، معنى محمية، مكان يحافظ على الطيور والنباتات النادرة من الانقراض، معنى تضم تشمل وتجمع وتحوي، معنى متنوعة كثيرة ومختلفة ومتعددة، معنى هبط نزل. الكلمة ومعناها، معنى كلمة يتوافدون
يأتون ويحضرون. معنى كلمة التمتع الاستمتاع، معنى غوص غطس، معنى تزلج تزحلق على الماء أو الجليد وغيره، معنى السفاري رحلات يقوم بها السائحون بحمل أمتعتهم والتنقل سيرا على الأقدام، معنى الفسيحة الواسعة والممتدة والمتسعة. الكلمة ومضادها: مضاد كلمة متجها راجعا، مضاد الصافية العكرة، مضاد متنوعة محددة وقليلة، مضاد يتوافدون يرجعون ويغادرون، مضاد غوص سباحة، مضاد الفسيحة الضيقة، مضاد أعظم أحقر. المفرد وجمعه: رائعة جمعها رائعات وروائع، مكان جمع أماكن وأمكنة، سياحة جمعها سياحات. الجمع ومفرده: الشعب مفردها الشعبة، مفرد محميات محمية، مفرد الأشكال الشكل، مفرد النباتات النبات، مفرد الرياضات الرياضة، مفرد المناطق المنطقة، مفرد القرى القرية، مفرد الفنادق الفندق، مفرد المقاهي المقهى، مفرد المطاعم المطعم. السؤال والجواب، تعالى نتذكر اللي احنا بقى شرحناه. بيقول لي: اين تقع مدينة شرم الشيخ؟ على شاطئ البحر الاحمر. بأي شيء كان بساط الريح سعيدا؟ أيوة كان سعيد بحاجتين، بمياه البحر الأحمر الصافية والشعب المرجانية الجميلة. طيب ماذا قال بكار عن شرم الشيخ؟ قال إيه عن شرم الشيخ؟ إن شرم الشيخ شواطئها رائعة، وأن بها محميات طبيعية تحتوي على حيوانات وطيور ونباتات متنوعة الأشكال والألوان. ماذا وجد بساط الريح عندما هبط على أرض شرم الشيخ؟ وجد السائحين يتوافدون عليها من كل مكان. لماذا يأتي السائحون لشرم الشيخ؟ للتمتع بالرياضيات المختلفة من غوص وتزلج، إلى جانب سياحة السفاري في المناطق الجبلية. ماذا تعرف عن رياضة السفاري؟ هي رحلات يقوم فيها السياح بحمل خيامهم وحقائبهم والتنقل في المناطق الجبلية. مما تعجب بساط الريح في آخر الدرس من جمال القرى السياحية والفنادق والمقاهي والمطاعم. كيف عبر بساط الريح عن إعجابه بسيناء؟ قال: ما أعظم سيناء، وما أجمل مدينة السلام، وما أجمل هذه القرى السياحية.